مشاهدينا اهلا بحضراتكم، حلقه جديده ولقاء متجدد من زينه وطعم البيوت على شاشه القناه الثانيه تلفزيون المصري. نقول ايه، ساعات مش ايام بقى هتفصلنا خلاص ما بين سنه جديده وسنه عدت، ولكن دايما بنتفائل بكل ما هو جديد. تفائلوا خيرا تجدوه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. برحب بحضراتكم وكل سنه وحضراتكم بخير. طبعا عبير معايا النهارده من خلال الهواء دايما، يعني ما احنا مبسوطين جدا جدا نلتقي مع حضراتكم. اكيد يعني كل سنه وانت طيبه، وانت بالف صحه وسلامه، وكل حبايبك يا رب بالف خير. كل سنه وحضراتكم طيبين. زي ما الفين قالت، يعني ساعات قليله بتفصلنا عن بدايه عام جديد، ان شاء الله يا رب يكون عام سعيد. احنا بنختم العام كمان النهارده، يعني يوم الجمعه خير الايام عند المولى عز وجل، فان شاء الله ربنا يقبل دعوتنا ان هو يكون عام مليء بالفرح والسعد والهنا والخير والبركه علينا وعلى كل مشاهدينا. تعالوا كده نشوف النهارده واحنا بنبتدي معاكم الاحتفالات الخاصه ب يعني استعدادنا لاستقبال العام الجديد. تعالوا نشوف كده النهارده فقراتنا هتكون عن ايه، ونبدا كالعاده مع نيفين. النهارده بنتكلم عن عام بيعدي وعام بنقبل عليه، ودايما قبل ما بندخل على عام جديد دايما بنفكر ايه الاخطاء اللي احنا يعني عملناها دون قصد، او حتى كمان بخطه وما طلعتش ناجحه قوي، وكمان بنشوف ايه المكاسب اللي احنا قدرنا نكسبها، سواء علاقات سواء حتى كمان في، مش عايزه اقول الاموال لان مش ده المكسب الحقيقي. المكسب الحقيقي في ان تكسب الاخرين، ان تكسب محبه الاخرين، والاهم من ده محبه الله سبحانه وتعالى تعالى ورسوله. كل واحد يعيش علشان بالفعل يرضي الله سبحانه وتعالى أينما وجد. وبالتالي هنتكلم النهاردة عن المرأة اللي هي عمود المجتمع وعمود أي أمة. هنشوف يا ترى المكتسبات اللي هي حصلت عليها في 22، ورؤية كاتبة أو بعيون أديبة. مش محتاج أن أنا أثبت يعني أن وجودي مهم، لأن أنا مش نص الدنيا بس، أنا كل الدنيا. كل سنة وحضراتكم طيبين. ده مش انحياز والله، بس ده حقيقي، لأن صلاح وضع المرأة عالميا ودوليا وأمميا هي صلاح ونجاح للجميع. فعشان كده احنا بنركز مع مكتسباتنا، مكتسبات المرأة، لأن مكتسبات المرأة هتعود على الرجل، هتعود على الأسرة كلها. لكن النهاردة كمان بنوصل منذ 2020 يا جماعة عالميا احنا رقم 16 في تمثيل المرأة برلمانيا، وعربيا الأول، يعني احنا مصر الأولى في هذا الأمر كمان في تمثيل المرأة برلمانيا، وده شيء جميل. غير بعدد الوزيرات والمحافظ و يعني كل هذه الأماكن والهيئات القضائية، لدينا الكثير من المكتسبات. يا ترى احنا ايه المطلوب مننا؟ كل ما المكتسبات ما بتزداد كل ما المسؤوليات بتبقى اكثر. تعالوا نقدر نشوف، ولكن ليست بنظره او بعيون الصحافه، لكن بعيون الادب، بعيون الكتابه، ولكن ايضا من امراه. طبعا دكتوره انتصار السبكي عضو اتحاد الكتاب معانا النهارده من خلال زينه، وطبعا برحب بيكي. كل سنه وانت طيبه. وحضرتك بخير وصحه وكلنا بخير. دكتوره انتصار الحقيقه وحضرتك بخير يا رب. وانا بتكلم او هذه المقدمه عايزه حضرتك بقى تديهاني كده برؤيه كاتبه. اوكي. اولا كل سنه ومصر والعالم كله بخير وبصحه. طبعا حضرتك يعني قلتي هي مش نص الدنيا كل الدنيا. أيوة أيوة. طبعا ده مش وجهه نظر ادبيه ولا كاتبه ولا حاجه، ده هي وجهه نظر يعني كل القيم وكل الثقافات وكل الحضارات بتاكد عليها، لانها هي صلاحها من صلاح امه، يعني الامه هي مدرسه زي ما بيقولوا. فمهم قوي بالنسبه لاي مرحله او اي دوله او اي حضاره هي المراه. فلو بصينا بقى احنا عايزين دايما نقول ايه، المراه تعتبر عنصر مهم من المجتمع. أي. عايزين نشوف بقى، نرجع يعني كرؤيه بقى باحثه برضو من ناحيه كباحثه. طبعا ان انا ببص النقطه مهمه قوي، هو ايه الدوله المصريه ماشيه ازاي عشان تخرج لنا امراه بالمنظر ده او بالتقدم ده اللي هي في مزيد. عماله تتحرك دايما في مكتسبات بالزبط. مش بترجع لورا. حلو قوي حكايه انها بتتحرك. ايوه على فكره دايما بنلقي عيون الرصد بتبقى على الصحافه وعلم الاجتماع. أيوة. ولكن الادب ونظره الاديبه والكاتبه للمراه تبقى مختلفة، لأن هي أيضا متحركة، متحركة بشكل مختلف خالص استخداماتها للمصطلحات. عشان كده هذه الحركة ده اللي احنا عايزين نقول لكل ست، خلي بالك أنت بتتحركي زي شطرنج، يعني أعتقد لأماكن إيه صح متقدمة كده. أكتر وكل حركة بتاخديها بتاخدي مكتسبات جديدة بالزبط. وشطرتك بقى أن أنت تستفادي، يعني دايما أقول إيه، بعد الثورتين 30 و25 في مكتسبات حصلت عليها المرأة المصرية ما بتحصلش عليها طول تاريخها. صح. أولا
اللي هي جت بإرادة مجتمعية يعني جربوها وشافوها، وإرادة سياسية من خلال قوانين بتشرع. يعني أنا ممكن أكون مجتمعيا مقبولة صح. إنما سياسيا طب ما كنا بندخل بكوتة قبل كده بفترة. دلوقتي ما يبقى عندك 162 عضوة في البرلمان، في الجناحي البرلمان الدولة سواء النواب أو الشيوخ، عدد لما تقولي لي رئيسة الأمن القومي مستشارة الأمن القومي للرئاسة امرأة دخلتي أماكن حساسة، لما تقولي لي إن أنت الوقت بقيتي رئيسة المحكمة الاقتصادية بقيتي دخلتي في الاقتصاد، لما تجيلي تقولي لي إن أنت بقيتي رئيسة مجلس الدولة الوقت قضايا مجلس الدولة ودخلتي بنسبة 197 أو 173 عضو في كقاضية في المحاكم يعني محطات المحاكم المختلفة، هقول لك اتحركتي بشكل ايه بقى؟ بشكل منتظم. نظرة علمية وعملية في نفس الوقت. هل الرجل هنا المفروض يبقى سعيد بهذا التحرك وبهذا التقدم لهذه المرأة اللي هي قد تكون زوجته، أمه، بنته، أخته؟ ماذا عن هذا المنظور؟ حلوة قوي الجزئية دي، لأن عايزة أشيل اللبس اللي داير الفكرة إن المرأة عمالة تاخد في مكتسبات والرجل ما فيش. في مجلس قومي للمرأة فيش مجلس قومي للرجل، في تمكين للمرأة فيش تمكين للرجل. بص يا فندم، أنا لو بصيت على المجتمع أو كدولة بتدير ببص إن هي بتعمل توازن بشكل يعني مضبوط جدا. لو بصيتي من ناحية آخر قانون اللي هو قانون الأحوال الشخصية اللي لسه الرئيس من حوالي أسبوع متكلم فيه مع وزير العدل، اسمها قانون الأسرة أحوال شخصية مش للمرأة، اللي هو خاص بالرؤية وخاص اللي هي المشاكل اللي نتجت حقيقي على فكرة الخلع والطلاقات اللي هي ارتفعت. طبعاً اللي حصل عليه إجماع لأن ده شيء من مجمع العلمي ومن علمائنا، ده اللي قاله مستشار اللي هو وزير العدل المستشار عمر مروان، قال قدام الرئيس أنا لما جيت أتحرك وعملنا القوانين هو دلوقتي اتجهز وهيتعمل عليه حوار مجتمعي وهيدخل مجلس النواب، قال اتحركت في الإطار العلمي والاجتماعي والنفسي والتشريعي بحيث ان ما الاقيش اي حد يطلع يعمل لي عوار فيه. الجزء ده بيعالج كل المشاكل اللي هي خاصه بالرجل والمراه. انا عايز اخرج ان انا اقول عندي اسره. يعني دلوقتي اجي ابص للدوله، اما جت تبص تفكر على المراه عمل التوازن في كل حاجه. اما جت احنا زمان حد كان بيسمع عن المراه مغارمه او المراه ذات قدرات خاصه، او احنا كنا بنشوف اللي هم سيدات المجتمع الراقيات. لما انت تيجي تعملي توازنات وتجيبي تعملي تمثيل كامل للمراه، تجيب المرأة اللي هي الأمية، تجيب المرأة المعاقة، تجيب المرأة الغارمة، تجيب اللي هي فوق السن 65 وملهاش عائل، كل دي وتحطيهم في بوتقة قصاد بعضيهم وتاخدي قرارات تخدمهم كلهم بالزبط. لا يبقى أنا دولة منظمة، يبقى أنا ماشية. وخلي بال حضرتك كمان إن في جزئية هنا أنا بشيل العبء والحمل على الرجال. أيوة التمكين الاقتصادي، وأنا بقول تمكين اقتصادي معنى إيه؟ هي عشان تناطح الرجل في المناصب؟ لا يا فندم، لا قدر الله بعد بالزبط. عمر طويل افرض الزوج سابها او الحياه والمده بتاع يضرب طب لما هي تبقى تسيب لها رصيد او يبقى عندها رصيد ما هي بتسندك حتى ما خلي على بالك حتى لو جوزها بقى خلينا في الصوره دي انا جوزها بالتحديد في هذا الجزء بالتحديد، ما هي برضو هتروح بقى لابوها تاني وهتروح لاخوها تاني فكده برضو في تحمل حمل المسؤوليه طبعا. فاحنا بنخفف هذا الحمل، بس خلينا ناخد بالنا من هذه التفاصيل القوانين الجديده والتشريعات الجديده لما هو صالح للرجل والمراه معا صحيح. هنا ممكن المراه ازاي بقى يعني تستفيد، عايزه اقول تستثمر بلاش تستغل هذه المكتسبات اللي احنا شايفينها خاصه في التشريعات الخاصه بالاسره او حتى كمان الخاصه بالتمكين كفكره عامه. تستفيد ان هي تستفيد من المكتسبات اللي هي متاحه ليها. يعني على سبيل المثال احنا دلوقتي لو قلنا خروج المراه في جزء كبير قوي من التقاليد والعادات في عمل المراه. لو انا دلوقتي اتحتلك الفكر الرقمي او التكنولوجيا الرقميه اللي انت ممكن تتسوقي من خلال التجاره الالكترونيه، فمن فضل حضرتك كل اللي مطلوب منك انك تاخدي كورس او تاخدي تهتمي بالجانب التكنولوجي بحيث وانت قاعده في بيتك ممكن تشتغلي وتحققي ربح وتحققي رصيد مالي ويبقى ده دعم لاسرتك. ده الدولة عاملاه من خلال وزارة التكنولوجيا المعلومات والاتصالات الاجتماعي والتضامن الاجتماعي والتنمية المجتمعية والمجلس القومي للمرأة
كل دول دكتور انتصار. نعم. في مهمة قوي، نقطة مهمة جدا، من تسعد بهذا التمكين غالبا ما بتبقاش قوي كمان من يعني لديها أمية في هذا الأمر. أي. لا تستطيع تدخل على الكمبيوتر ولا يبقى في عليها تعرف يعني سيستم والتحول الرقمي، وبالتالي المجتمعات المدنية والوزارات المعنية بتساعدهم على هذا. عايزة أطمنهم بس عشان ما تحسش واحدة إن في يعني حاجز بيني وبينها. بص يا فندم، لما جم عملوا دراسة، مركز بصيرة عمل دراسة علي أنا دلوقتي هاجي أتكلم زي ما أقول لحضرتك، إحنا قسمنا المرأة ما بقتش مرأة اللي هي الحضرية بس. أي. بصينا على المرأة الريفية. ليه المرأة الريفية؟ المرأة الريفية بتمثل 57% من عدد نساء مصر كلهم. تمام. المرأة الريفية هي اللي بتحقق الأمن الغذائي للمجتمع كله. المرأة الريفية بالنسبة للمجتمع في الدول المتقدمة أو النامية هي اللي بتحقق الأمن الغذائي. بجانب ده كل المرأة الريفية عندنا هي اللي أنتجت لينا النخب والقادة، لأن أغلب زعماء وقادة مصر وحكام مصر ونخب وأدباء مصر من الريف. فازاي ان انا اهمل حاجه زي كده؟ عملت لها حاجتين عشان اعالج الجزء اللي حضرتك بتقولي عليه. عملت لها حياه كريمه. حياه كريمه دي قدمت لها كل الخدمات اللي الحياه الكريمه اللي هي تقدر تدي فيها وتقدر تنتج لي تاني الجيل اللي هي انتجت لي منه النخب دي كلها. تمام. عملت لها، زودت لها سرعه الكمبيوتر النت هناك عشان تتواصل وتبقى عندها تجاره الكترونيه من خلال هناك. جينا عملنا رصد بقى، المركز بصيره عمل رصد. ليه ان 30% من الفتيات الريفيات معاهم تليفون ذكي. أيوة. يعني في واتساب وفي فيسبوك، يعني حتى لو هي الواحده اميه اكيد بنتها معاها. بالزبط. اكيد ابنها معاها، فبيبقوا حتى دي انت بتوجهيها من خلال اللي هي الرائدات الريفيات، بتبتدي تديها الوعي كامل ازاي تدخلي ازاي تتعاملي. وعلى فكره لو حضرتك بصيتي في كل وزاره وكل مؤسسه هتلاقي جزء منهم ريفيات قاعدين بيحضروا بيعملوا الخضار بيعملوا. أيوة. كل محتاجات المنزل. بجانب ده كله ان هي معاها موبايل دلوقتي بتاخد رقمك وبتدخلك وبتحاسبك وبتتكلم بتسوق. بدأت. طب نيجي لحاجة تانية، تراثنا ده موعدياتهم دول من أكيد. ايه؟ ما أنا كل دي أنا عمالة أديها الخيط وهي بذكائها عمالة تقرب مني. الحقيقة بنرجع تاني نرحب بضيفة فقرتنا وهي رؤية أدبية، الحقيقة من الكاتبة والأديبة دكتورة انتصار السبكي عضو اتحاد الكتاب، برحب بيكي مرة تانية. يمكن احنا وقفنا عند نقطة برضو مهمة، قصة التنافس وان انا اشوف غيري بيعمل ايه، وبالتالي هقف عند 2021. والقياده السياسيه لما اعلنت 2021 عاما للوعي. هنا بقى ازاي استغلنا؟ حلو قوي. اول حاجه في 22، اول 22 الرئيس كان في مدينه نصر، لقي سيده قاعده مع حفيده بتاعتها في الحديقه. والرئيس بيبص، قالت له بص ده حفيدتي ومش بعرف اشوفها لساعتين، وزي ما حضرتك شايف يرضيك كده؟ اقسم لها، قال لها 2022 قبل ما ينتهي هيبقى عامل حسم التشريع للمرأة المصرية. وبناء عليه خرج المستشار عمر مروان وقال على كل التعديلات اللي هي في المشاكل دي. نرجع لنقطة ايه بقى، فكرة التوازن او المنافسة اللي تخلق عملية الحاجة الإيجابية اللي احنا نلاقي انتاج عليها. حاجة خلي بالك، التوازن والحاجة بتقولي عليه ده كله والتنافس كله خارج من فكرة الوعي. أكيد. أنا كده الوعي بتاعي ارتفع نتيجة اتجاهاتنا واستراتيجية جديدة وهي الرقي أو الارتقاء بوعي المرأة. إحنا عندنا أول مرة في مصر يبقى عندنا خطة محددة زمنية 2030. تمام، أشكرك. عندنا أربعة في بالنسبة لفكرة التنمية المستدامة، عندنا 34 مؤشر خاص بالمرأة بس. كل ما تحتاجه المرأة. أول مرة في حياتنا نشتغل بشكل تكاملي. لما جينا عملنا الملف اللي بيروح كل سنة للأمم المتحدة عن حال المرأة، أول مرة أنت حضرتك كانت في وزارات بتكرر نفس الشغل. نعم. بنفس الطريقة. أول مرة يتحطوا كلهم قصاد بعض ويكملوا بعض. التكامل اللي حصل ده اتنقل على أرض الواقع، لأن بدأ كل واحد يحس إنه عنده حاجة ممكن يعملها. وزارة التضامن لقيت عند وزارة التنمية المحلية حاجة تبتدي تعدلها. بالزبط. وزارة العدل مثلا، وزارة الصحة، وزارة الداخلية، كل دول عاملين حاجات خاصة المعنفات. يعني فكرة الدمج وفكرة التمازج اللي برضو صنعتها يعني القيادة بالفكر واعي، ده فكر واعي بستراتيجي. ان انا ما اخليش ان كل وزارة ماشي في جزيرة منعزلة كانهم بيضربوا بعض. بالظبط كده. لا، هنا يبقى في نظرة تكاملية. صح كده. تمام. حصل ده بقى نتيجة التكامل ده حصل ايه؟ حصل عملية ان انا كل واحد كل وزارة وكل قطاع بدأ
يتنافس يخرج اللي عنده. فبدأت المرأة كل دي استفادة بالنسبة لها طبعا. فبدأت تعرف يعني بقى شمول مالي، يعني تجارة إلكترونية، يعني أسوق وأنا قاعدة ببيتي، يعني أني أشتغل شغل غير تقليدي اللي هو مش الحاجات العادية. فبدأت تعمل لها أفاق. الجزء الاقتصادي مهم جدا. لما دخلت المجال السياسي ونجحت وبدأت كل فترة بيزيد وزيرة أو بيزيد مسؤول، يعني بقول لحضرتك لما بيعملوا رصد على المناصب اللي لم تعتلى بالنسبة على مستوى العالم من قبل المرأة، بالنسبة للمرأة لقينا أن أكتر نسبة يعني مصر على مستوى حضرتها كلها أكتر الدولة اللي اعتلت كل المناصب المرأة فيها. يعني خدت رئيسة الجهاز مركزي محاسبات، خدت رئيسة نادي، خدت رئيسة جامعة. ده عالميا ما حصلتش عليه إلا مؤخرا. أولا أكبر دولة أمريكا، ونفس الحكاية في روسيا. أنا بقول شفتي رئيسة مركز 16 برضو يا دكتور مصار. أيوة مركز 16 على مستوى العالم والأول على مستوى الدول العربية، أعتقد لازم يتحط في الاعتبار. أكيد أكيد. لو بصيت لما جت هيلاري تترشح عملوا استطلاع للشباب الامريكي لقوهم متضايقين، قال لك ازاي انا اكبر دوله في العالم تحكمها امراه؟ بصي بقى في مصر عندك من ايام الملكات كم ملكه حكمت مصر من ايام الحضاره المصريه القديمه. وبعد كده اما جيتي تتكلمي بداتي تدخلي ثوره 52 تجيب لك اول وزيره، بعد كده تبتدي تدخلي المراه في حاجات مؤثره، عندك عالمه ذره، عندك فبداتي لا المناخ كله بدا ينضج وبدا يبقى فيه فكر واعي. انا بقول دايما ثورة 25-30 هي مثلت الجمهورية الثانية امتداد للجمهورية الأولى أو أخطاء الجمهورية الأولى. حصل في حراك فكري، في وعي توعوي، حراك بوعي بالضبط كده. وبالتالي هنا خلينا نمسك في دي مهمة قوي قوي. احنا عندنا أطواق نجاة كتيرة ما شاء الله ملقاة للمرأة أينما وجدت، سواء قبلية ريفية حضرية، ولكن بنأتي هنا إيه مسؤولياتنا بقى تجاه كل هذه المكتسبات؟ لازم هنا الإحساس بالمسؤولية حتى أرتقي، مش عايزة أقول حتى كمان لمنفعة المجتمع، لمنفعتي أنا وأسرتي. يعني خليكي الأول نظرتك ضيقة وبعد كده وسعي. إيه يعني حجم المسؤولية الآني؟ أنا الوقت اتفتحت على العالم، العالم بقى قرية صغيرة، فعمالة أقول للمرأة، أنا كنت عاملة كتاب عن ملامح المرأة في الجمهورية التانية. فبطلب منها بقول لها من فضلك أنت اتفتحتي على العالم، خدي بقى إيجابياته وما تاخديش، ما تكرريش الحاجات السلبية بتاعته. شوفي وصل ازاي، انت عديتي، انت وصلتي المراحل قبل كده من زمان، مش جديد عليكي. تمام. العالم الجديد ده هيحيي لك القيم اللي انت طمستيها لما بصيتي للعالم الخارجي. تمام. فمن فضلك احيي قيمك اللي انت يعني بقيتي فيها، يعني خدتي كل المكاسب، احييها، استفادي بالقرية الصغيرة، استفادي بعالم النت اللي بيعلمك وبيعرفك كل حاجة. بدل ما تقعدي الساعات على الفيسبوك بالصراعات بكده، ادخلي جودي في مهنة، ادخلي في حرفة، ادخلي في حاجة بتحبيها، زودي. تمام. ده ميزة حاجتين زي ما احنا بنعيدها ونكررها، ان في قبول مجتمعي وفي إرادة سياسية بتتحرك على نفس حركتك. تمام. كل ما بتخطي خطوة هي بتخطو بتعمل وسبة ليكي. يعني كل ما بتشوفي الجاهزة هي بتديكي أكتر. فأنا أول مرة أقول لك، يعني على فكرة في 7 حاجات كان الرئيس في اجتماع في 2019 في عيد الأم، الاحتفالية بتاع عيد الأم، قالهم على أساس إن هو دي مكتسبات. نختتم بيها لقاءنا كده عشان نبقى فيه تذكرة كل شوية. اتفضل. إن إحنا عندنا اللي هو عايز مزيد من أعضاء في مجلس البرلمان المصري، إن هو عايز الغارمات يتحط لها تشريع، وبالفعل مجلس النواب قرر وهيناقشوا التشريع الخاص بيها. اللي هو العنف ما يبقاش خاص بالعنف الجسدي بس، في عنف معنوي طبعا. اللي هو خاص بالتعليم اللي هي الأمية، يعني ما تكملش تعليمها، أشكال كثيرة، والنفقة إن هي ما تبقى تحصلش على النفقة بتاعتها، فدي كلها أشكال، واللي هو الزواج مبكرا. دي بالنسبة للحاجات اللي الرئيس أكد عليها. وتاني حاجة الخدمة المدنية، قال الخدمة المدنية الفتيات عايز إن هم بدل ما ياخدوها ويقعدوا ببيتهم أو يعملوا أي حاجة، لا يتدربوا على مهن جديدة. أو ودي تبقى وظيفة وزارة التضامن ووزارات المختلفة طبعا. يعني زي ما بيقولك واحدة تبص جنبها، زي ما احنا بدأنا، ياريت يعني نتعيدي كده من اللي جنبينا، اللي نجحت واللي ربحت واللي كسبت، ياريت، ونحاول نبعد عن أي لحظات يعني فشل أو إحباط أو أي حاجة احنا مرينا بيها. احنا بنبتدي عام جديد، نحاول
كمان نستفيد ونستغل ونستثمر كل أخطائنا. هستثمر الخطأ بتاعي عشان أصلحه. طبعا كل ما هو جديد مع حضراتكم، ودايما أملنا في نسائنا لأن هم عماد الأسرة وعماد المجتمع. دكتور انتصار السبكي وعضو اتحاد الكتاب كانت منوراني النهاردة من خلال هذه الحلقة، وإحنا نختتم يعني كده حلقتنا وإحنا في بداية عام جديد. طبعا بتمنى ليك المزيد من التوفيق والملامح اللي حضرتك بترسميها للمرأة المصرية، إن شاء الله تبقى السنة الجاية إن شاء الله يبقى ملامح جديدة وهي قد التحدي إن شاء الله يقد التحدي، والمرأة المصرية دائما تستطيع.